السلطات تفتح معبر سبتة يوم الخميس وتحدد الفئات المعنية بالمرور، والحالة الوبائية بالمملكة هي الأفضل منذ بداية انتشار الفيروس. أهم أخبار اليوم في المختصر، أهلا بكم. السلطات المغربية تفتح معبر سبتة يوم الخميس وتحدد الفئات المعنية بالمرور. أكدت مصادر رسمية أن السلطات المغربية قررت فتح معبر سبتة المحتلة يوم الخميس المقبل بعد تنسيق مع نظيرتها الإسبانية، مشيرة إلى أن استئناف الحركة العادية للأفراد والبضائع سينطلق في حدود الساعة 3 صباحاً، وستفتح الأبواب حصراً في اليوم الأول لحاملي الجنسية الإسبانية والمقيمين بسبتة، ثم بعدها للعاملين القانونيين الحاملين لبطاقات الحدود وحاملي التأشيرات والعمال المغاربة في الخارج. ميناء طنجة يستقبل أول باخرة إسبانية بعد فتح الحدود البحرية. رست أول باخرة إسبانية بميناء طنجة المدينة بعد سنتين من إغلاق الحدود البحرية أمام الرحلات الدولية. عبر الرئيس المدير العام لشركة تسيير الميناء محمد بعباية عن سعادته بعودة الملاحة بين مدينتي طريفة وطنجة بعد سنتين من التوقف بسبب الجائحة. الحالة الوبائية بالمملكة هي الأفضل منذ بداية انتشار الفيروس. قال منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إن الحالة الوبائية الراهنة بالمملكة تعتبر الأفضل منذ بداية الانتشار الجماعي للفيروس، مضيفاً أن متحور أوميكرون يستمر في الانتشار بشكل ضعيف بمتحوريه الفرعيين. بوتين يؤكد أن أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا ستتحقق. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستحقق مهماتها وأهدافها من دون أي شك، مضيفاً أنه من المستحيل أن يتم عزل روسيا في العالم الحديث، ومؤكداً أن وضع العالم اليوم أصعب مما كان عليه خلال الحرب الباردة، ولن تتمكن دولة واحدة أن تهيمن على العالم. نهاية المختصر، للمزيد من الأخبار تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.